وسط حضور رجال دين ووجهاء عشائر وممثلين عن الطائفة الإيزيدية، تسنم الأمير سالم نجمان بيغ منصب إدارة الشؤون الإيزيدية في العراق والعالم بعد أن تم انتخابه من قبل الأهالي الإيزيديين بواقع 50,000 صوت من سنجار وشيخان و25 رجل دين من عموم العراق. وبعد أن تقدم الأمير بكلمته أعلن عن أهداف الإمارة وعلى رأسها الاعتراف من قبل الحكومة العراقية والأمم المتحدة بالإيزيدية كدين وقومية. والله عهدنا أنه نشتغل يد واحد ونبني شعبنا ونرجع على قوة الأولية، واختطفت آلاف أخواتنا ونسواننا وبناتنا وكلهم هذول انخطفوا. هذه لحد الآن هاي المعاناة موجودة من 2014 لحد الآن. واعتقادنا وثقتنا كبيرة أنه الكل سوف يكون إيد واحدة وقلب واحد مع الأخوة الإيزيديين في استعادة حقوقهم وإنصافهم عن ما حدث من جريمة إنسانية مدانة ومستنكرة. وقادم الأيام إن شاء الله سوف نكون يد واحدة مع الأخوة الإيزيديين ومع الأمير سالم، ونحن مساندين وداعمين له في هذه المهمة وإن شاء الله الموفقية له. رؤساء وقبائل العشائر العراقية تقدموا بالتبريكات والتهاني للأمير وأكدوا على دعمهم ووقوفهم إلى جانبه، وأشاروا بأن هذا سيكون بداية لأمن واستقرار المكون الإيزيدي، وخصوصا في مثل هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة العربية بتحديات غير مسبوقة تهدد السلم وتعرض المجتمعات العربية للتفكك. الشعور حلو، نشكره لأن صار أميرنا وإن شاء الله رح يساعدنا بقدر الإمكان، وإن شاء الله رح يرجع لنا المخطوفات. أنا بنفسي أخوي مخطوف لي حتى هسه ما نعرف عنه شيء، إن شاء الله يرجع لنا ويسوي لنا بيوتنا، لأن حتى بيوت ما عنا اللي هسه قاعدين بالمخيمات. والتعهدات اللي قالها إن شاء الله رح يوفي بيهم. الطائفة الإيزيدية والشعب الإيزيدي بعد المعاناة وبعد الانتهاكات وبعد الإبادة اللي حدثت له على أيدي داعش يعني يحتاج الكثير من الدعم، يحتاج الكثير من المطالبة بكثير من الحقوق، لا سيما حقوق الناجيات وأيضا العودة إلى سنجار. وكثيرة هي التوترات اللي موجودة في أو لدى الشعب الإيزيدي. نتمنى إن شاء الله على أيدي الأمير سالم أنه تحل أغلب القضايا بدعم الجهات اللي يهمها أنه الشعب الإيزيدي يأخذ حقوقه، وأيضا هي نوع من رسالة حب ورسالة سلام يبعثها المجتمع العراقي بكل أطيافه للشعب الإيزيدي. عبر التاريخ تعرض الإيزيديون إلى 72 حملة إبادة شنت ضدهم لأسباب مختلفة. تسببت هذه الحروب والمذابح بأثار ترسخت في النسيج الاجتماعي، فصار الانزواء عن العالم والتقوقع والخوف من الغرباء سمة أساسية لهم. واليوم يتأمل المواطنون الإيزيديون بزوغ شمس الأمان مجددا للعودة إلى ديارهم وتحرير النساء اللواتي ما زلن مختطفات لدى تنظيم داعش الإرهابي. وسط تهان ومباركات، الأمير سالم يتسلم منصب إدارة الشؤون الإيزيدية في العراق والعالم، فهل يبشر ذلك بعهد جديد للطائفة الإيزيدية بعد الانتهاكات والإبادات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين؟ إناس العطية، اليوم، بغداد.